ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان سيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك سيد عمر. وكالة أسوشيت بريس ذكرت أن أكثر من 3000 معتقل في العراق مهددون بالإعدام. هذا الرقم الكبير في محاكمات وصفتها بأسطورية على ما يدل. مرحبا بك. نعم، هذه الأعداد هي أعداد خطيرة وأعداد مقلقة جدا للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهذه التقارير التي تضمنتها منظمة أسوشيتد بريس وغيرها من المنظمات، وأيضا فضلا عن منظمة العفو الدولية. هذه الإحصائيات أو الأرقام مهولة جدا، و يعني تضيف إلى ملف الانتهاكات الجسيمة للملف العراقي في أرقة الأمم المتحدة إلى مصاف الدول الأكثر انتهاكا لحق الإنسان، ولا سيما مسألة الاعتقالات التعسفية ومن ثم الإعدامات. هذه الحقيقة هذه الإعدامات غير قانونية، والإعدامات خارج نطاق القانون كلها تصف أو تضع رئيس الدولة الحالية فؤاد معصوم والعبادي والأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية إلى مصاف مرتكبي جرائم حرب ومنتهكي الحقوق الإنسان بانتهاكات جسيمة، حيث لا يمكن التغافل عنها أو السكوت عنها سواء من قبل مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان، وهذا برمته يجعل العراق في قفص الاتهام المباشر، وعلى المجتمع الدولي أن يخطو خطوات حثيثة وجدية نحو وقف هذه الانتهاكات بحق الإنسان. يعني باليوم من 3 إلى 4 أشخاص يعدم يوميا في العراق وبغير حق، وهذه الاتهامات بدءا من الاعتقال التعسفي ومن ثم تشابه الأسماء، وهذا ما أكدته وكالة الأسوشيتد بريس بأن القضاء يصدر أحكاما مبنية على اعترافات كيدية تحت وطأة التعذيب أيضا. طيب ما تفسيرك سيد عمر لاستمرار هذه الإجراءات التعسفية في السجون داخل العراق منذ الاحتلال عام 2003؟ نعم، هو هذا ما توثقه المنظمات الدولية وأيضا توثقه نحن في المراكز الحقوقية. هذه ملف خطير جدا، وكثيرا ما نبهت عليه المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، وللأسف المجتمع الدولي لم يجد إلى الآن الفرصة المناسبة ليحاسب من ارتكب هذه الجرائم وهذه الانتهاكات الجسيمة. وربما أنها هذه سوف تطول بعض الشيء إلى أن تكون هناك حلحلة سياسية في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضغوطات من هنا وهناك، حتى يمكن أن الملف العراقي يتحلحل قليلا ويتقدم نحو المحكمة الجنائية الدولية أو إجراءات مجلس الأمن تجاه هذه الدول المنتهكة. وبهذا الصدد يعني تردنا نحن في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب داشمة في هذه سلسلة هذه الإعدامات الأخيرة، أن هناك شخص ظهر اسمه في القوائم التي ظهرت مؤخرا في سجن بغداد المطار بغداد، وعندما لجأ إلينا هذا الشخص ووجهناه بأن يلتجي إلى الصليب الأحمر ومن ثم إلى المنظمات الدولية، وهو أيضا بنفسه قد راجع هذه المعتقلات فله أن هذا الاسم غير موجود، ونحن متأكدون وهذه الأسماء ظهرت من أحدى المنظمات وأحدى المصادر الداخلية في هذه. إذن يعني عملية الإخفاء القسري ومن ثم الإعدامات الغير قانونية خارج نطاق القانون، كل هذا يصب في أن العراق أصبح من البلاد التي لا يمكن العيش فيها سواء للداخل يعني. ولكن لماذا لا تنصاع الحكومة في بغداد لمطالبات المنظمات الدولية بإيقاف ظاهرة الإعدام الجماعي؟ ما الخطوات بالمقابل التي يجب اتخاذها لوقف هذه الممارسات؟ أولا الخطوات يجب أن تكون هناك يعني
إشراف دولي وأممي، وحتى أو كان يعني مثلا من جامعة الدول العربية تفعل ميثاق حقوق الإنسان في العراق وتشخص العملية برمتها العملية القضائية، وتكون هناك يعني لجان دولية تشرف على محاكمة هؤلاء الأشخاص والمدنيين الذين قد اتهموا جزافا بهذه العمليات، ومن ثم أن تعديل مسار العملية القضائية والمسار العملية الأمنية التي من خلالها يتهم هذا الشخص أو ذاك بهذه عملية الاعتقال التعسفي أو بأنه منتمي إلى تنظيم داعش. إذن كل الإجراءات يجب أن تكون بإشراف أممي وبخبراء حتى يمكن أن نوقف ما يمكن أن نوقفه من هذه العمليات الانتقامية تجاه المدنيين. شكرا جزيلا لك من عمان سيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.